فتحي قول لي برضو اتفرجت على ماتش مصر الاخير ازاي؟ أوه. امتى؟ او فين يعني؟ في البيت؟ رحت الملعب؟ في البيت. في البيت اتفرجت عليه حضرتك. اشرح لنا بقى الماتش شفته ازاي ويعني كان نفسك طبعا تبقى موجود في الملعب. طبعا طبعا والله طبعا. والله يعني احنا ربنا كرمنا الحمد لله. يعني احنا خلاص يعني ايه نسيبنا الماتش اللي فات ده، بنفكر في اللي جاي ان شاء الله. بالظبط بقى اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله يوم الثلاثاء ربنا يكرمنا ان شاء الله وهنعمل حاجه كويسه كده يا كابتن ان شاء الله. كان نفسك احمد يبقى موجود؟ طبعا طبعا والله والله طبعا فعلا. والله طبعا النعمة دي فعلا. كان هو قاعد والله يعني. تعال يا حبيبي على لا انا فعلا يعني انا بحبه فعلا والله. كان هو قاعد بقول كده يعني والله لا. حبيبي. حقيقة يعني يا كابتن اسلام والله. لا احمد من اللعيبة اللي يعني لسه قدامه مستقبل كبير جدا. طبعًا. انت عندك كم سنة يا فتحي؟ انا عندي 27 سنة. 27 مواليد 95. بسم الله ما شاء الله. مواليد 95. عندي 27 سنة. يعني انت تقول له احمد انت تقول له يا كابتن بقى. لا على دماغك. انا اكبر واحد فيكم بس ما فيش. الكبير ربنا يا كابتن. طبعا بعد ربنا انا اكبر واحد فيكم سنا يعني ربنا طبعا بعد ربنا طبعا, طبعاً. يعني لكن بتشوف برضو وانت بتلعب وانت في الملعب تمام مين اكتر حد غير احمد وغير قفشه لا هو في كذا لاعب مين بقى انا عايز اسمع منك وغير اسلام طارق اهلي اهلي ولا جونه طيب ولا اهلي ولا جونه اي حد تاني لا خلينا في الاهلي اي حد في المنتخب خلينا في الاهلي خلينا حد في المنتخب مثلا طبعا محمد صلاح طبعا النني بتاع ده محمود حسن كده تريزيجي الشناوي طبعا الشناوي ده حبيب قلبي طبعا تحب الشناوي انا بحبه طبعا الشناوي وفي كذا لاعب منتخب برضه كلهم بتحبهم يعني طبعا طبعا كنت مبسوط لما كسبنا السنغال 1-0 طبعا 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 يا كابتن طبعا متخيل ايه او بتفكر ازاي في ماتش يوم الثلاث احساسك قول لي احساسك ان شاء الله 2-0 لينا ان شاء الله بدون 2-0 المنتخب مصر مين بقى اللي يجيبها ولا ايه الدنيا طب بقول لك ايه دي لو حصلت بص والله انا واحمد هنعزمك على الاربع انا مع كابتن اسلام في اي حاجه من الاربع وهتجيبك معايا في الاستوديو تاني الاربع لا يا كابتن لا انا مني اللي خليني على فكره طبعا طبعا انا عارف انا عشان كده بسالك بقول لك ان انت يعني احساسك 2-0 ده انت كده هتفرح مصريين كتير ان شاء الله 2-0 مصر باذن الله 2-0 ان شاء الله باذن الله